ونروح لمنتخب مصر طبعا، كل الدعم لمنتخب مصر القومي. عندنا مباراه مهمه مع فريق كينيا، ثم مباراه مع جزر القمر. محتاجين يا اما نتعادل مع كينيا يا اما نفوز على جزر القمر عشان الصعود اول وتاني. وطبعا كالعاده بيحصل مع كل قائمه منتخب بيحصل بعض الانتقادات، لكن حابين نوضح ان قائمه منتخب مصر فيها 8 لاعبين من النادي الاهلي: محمد الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وعمرو السوليه، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه، ومحمد شريف، وحتى من المعارين فارس احمد ياسر ريان. وعندنا بقى بقيه القائمه من خارج النادي الاهلي: محمد بسام، جنش، عامر، عمر جابر، عبد الله جمعه، احمد حجازي، والونش، وعلي جبر، وايمن منصور، والنني، طارق حامد، صلاح، تريزيجيه، فاروق اختيار غريب، زيزو، اسلام عيسى، فتحي، ومصطفى محمد، وحسام حسن. قائمه شهدت بعض علامات الاستفهام في ضم بعض اللاعبين، ولكن نتمنى التوفيق للمنتخب. مش عايزين ندخل في حاله الجدل دي. المنتخب عنده مباراه مهمه ان شاء الله باذن الله حسام، هتفرق معاه كتير جدا في صداره المجموعه، فمش عايزين نروح لحاله الجدل. لا انا عايز اروح لنقطه واحده بس عشان أأكد عليها، هي فكره ما هي المعايير التي كان يضغط بها الإعلام لانضمام عصام الحضري وهو في سن ال 44 لمنتخب مصر؟ هل لأنه كان حارس دولي سابق وبالتالي يتم انضمامه للمنتخب في 2017؟ محمد عبد المنصف ينطبق عليه هذا الشرط. محمد عبد المنصف عنده أيضا 44 سنة وأيضا هو حارس دولي سابق فيقدر ينضم. هل المعيار في الاختيار كان المستوى اللي بيقدمه مع عصام الحضري وهو عنده 44 سنة؟ أعتقد محمد عبد المنصف مقدم السنة دي موسم مهم جدا، موسم رسالة لحراس المرمى، دايس على نفسه بشكل كبير جدا ومقدم موسم فني كويس. هل المعيار أن عصام الحضري كان وهو عنده 44 سنة في 2017 كان بيلعب في وادي دجلة؟ أعتقد محمد عبد المنصف ينطبق عليه الشرط ده. طيب هنا نسأل السؤال، ليه بقى مفيش حد بيتكلم عن فكرة عدم اختيار محمد عبد المنصف وأحقية محمد عبد المنصف بالانضمام؟ احنا هنا في قناة النادي الأهلي بنتكلم عن لاعب سابق في نادي الزمالك وهو محمد عبد المنصف. ليه بنتكلم؟ لأن محمد عبد المنصف بيقدم نموذج طيب جدا للعيب بيشتغل على نفسه بشكل مهم جدا، واحنا بندعم أي نموذج إيجابي في الكرة المصرية وفي الرياضة المصرية. الحقيقة شرط واحد فقط لغير الذي لم ينطبق على محمد عبد المنصف من أجل الضغط على المدير الفني او من اجل المطالبه بانضمامه للمنتخب المصري. الشرط ده ان محمد عبد المنصف ما كانش لاعب في النادي الاهلي وساب الفريق في نص الموسم مسافر ورجع لانديه اخرى وكان على خلافات مع مجالس ادارات متعاقبه للنادي الاهلي. نتمنى من كل لاعب بيجتهد يلاقي مكانه في المنتخب القومي.